ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة أبو ظبي الكاتب والباحث الإماراتي محمد الشحي. مرحبا بك معنا سيد محمد. مما لا شك فيه أن محاربة داعش اليوم إعلاميا إلكترونيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لا تقل أهمية عن محاربته على الأرض. لو تحدثنا عن جهود المركز مركز صواب خلال العامين الماضيين حتى اللحظة في توعية الشباب والتصدي كما قلنا إعلاميا لحملات تنظيم داعش التي تغرر بفئات كثيرة من الشباب اليوم. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. الله يطول عماركم. طبعا حن تزامنا مع احتفالية مركز صواب بمرور عامين على تأسيس إطلاق حملة جديدة اليوم للكشف عن خديعة تنظيم داعش التي نحن اليوم بصددها، الذي خدع العالم وبادعاءاته الكاذبة الباطلة بعودة الخلافة الإسلامية، ولم نرى بعدها إلا الظلام والإرهاب والشتات والدمار. كما أيضا لابد أن نذكر بأن هذه الحملة اللي هي حملة خديعة داعش هي من الحملات الاستباقية 18 لمركز صواب على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة للحملات مركز صواب الأخرى التي استهدفت التدمير الذي مارسه تنظيم داعش بشكل عام ضد العائلات والمجتمعات وتدمير آثار ومعالم الحضارات الإنسانية القديمة. وكما ركزت أيضا حملات مركز صواب بشكل عام على المواضيع الإيجابية، دائما نبني فيها على التفاؤل وفتح الحياة والنظر إلى المستقبل ورسم الابتسامة والأمل عند المجتمعات. نذكر أهم هذه المواضيع الإيجابية، مثلا أهمية الاختلاف والتنوع للمجتمع والتنوع لمجتمع يعمل بشكل صحي والدور الإيجابي الذي باستطاعة الشاب لعبه في مجتمعاتهم والإنجازات الهامة التي تقوم بها النساء في منع التطرف والوقاية منه ومقاومته في مجتمع يدعم الاستقرار والأمان بشكل عام. كذلك لا ننسى أيضا ركز من خلال إنشاء مركز صواب كان بشراكة إماراتية أمريكية مشتركة تهدف إلى تعرية زيف وكذب هذه العصابات الإرهابية بشكل عام. من المهم الدور الإيجابي اللي قام فيه المركز أيضا مكافحة دعايات وأفكار نعم. داعش والجماعات الإرهابية بشكل آخر عبر الإنترنت. من خلال العامين قام مركز صواب بحملات كبيرة جدا، منها توعية مضادة لتجنيد واستقطاب وتوظيف يعني جهود ربما يعني لا يمكننا أن نختصرها بدقائق. سيد محمد الشحي على كل الأحوال يعطيكم ألف عافية وجهودكم مقدرة. السيد محمد الشحي الكاتب والباحث الإماراتي كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة أبوظبي، شكرا جزيلا لك.